ورئيس المجلس الرئاسي السيد منفي لا يريد أن يعتبر طرفا، ولكنه مستعد ليسر مبادرتي ويقدم لها الدعم. حضرة الرئيسة، السبيل نحو الأمام يستدعي تسوية كل المشاكل التي تمنع انعقاد الانتخابات والتي منعت انعقادها عام 2021، وأن تسوية من خلال المفاوضات وتسوية سياسية بين أهم الجهات المؤسسية. ولذلك أحث كل الجهات الفاعلة المؤسسية في ليبيا على المشاركة في الحوار بدون شروط. أضف إلى ذلك أن المخاوف والمشاغل التي أعرب عنها أهم الأطراف أصحاب المصلحة بحاجة إلى معالجة، بما في ذلك ما يتعلق بآلية مؤقتة من أجل الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وكذلك الضمانات من أجل تسوية أو لإيجاد المساواة بين كل المرشحين، وكذلك ضمانات بأن الانتخابات لن تؤدي إلى حالة يفوز فيها طرف واحد بكل شيء على حساب الآخرين، وأن التسوية السياسية المتصورة ينبغي أن تشمل كذلك جدولا زمنيا صارما من الخطوات المؤدية إلى يوم الاقتراع. حضرة الرئيسة، الهدف الأساسي من بعثتنا الأنسمل وفق ولاية هذا المجلس هي تقديم الدعم للجهات الفاعلة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار عن طريق تسوية سياسية سلمية. ولذلك لا أؤيد أي مبادرة تؤدي إلى النزاع أو الحرب بما يزهق أرواح الليبيين. وقد أعربت بثبات عن استعداد الأمم المتحدة للنظر في الاقتراحات التي يمكن أن تؤدي إلى حل على أساس تسوية سلمية شاملة للجميع بين الأطراف. حضرة الرئيسة، هذا المجلس والمجتمع الدولي عليهما دور محوري بأن يضغطوا على الأطراف الليبية من أجل المشاركة البناءة في هذه العملية، وإن التوفيق بين الشركاء الإقليميين والدعم المقدم منهم لهما أهمية خاصة. ولذلك أجدد دعوتي لتوحيد الصف والتنسيق بين كافة أعضاء المجتمع الدولي. أما المبادرات الموازية فلا يمكن أن تفيد إلا إذا قدمت الدعم لجهود الأمم المتحدة كي لا يستغلها الأطراف الليبيون كسبيل لإطالة الوضع الراهن. حضرة الرئيسة، في مشاوراتي مع فئات أخرى من المجتمع الليبي بما في ذلك الأطراف أو الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال في أنحاء البلاد في شرقها وجنوبها وغربها، سمعت تعبيراتهم عن الإحباط بشأن الوضع الراهن وعدم قدرة القيادات على فعل المطلوب كي تتجه الدولة قدما على مسار السلام الدائم والتقدم. وفي الأسابيع الأخيرة اجتمعت بجهات أمنية مختلفة من الشرق ومن الغرب، وكذلك أطراف معارضة في المشهد الأمني في الجزء الغربي من البلاد. تأثيرهم في المشهد السياسي واضح، وينبغي أن يقتنعوا بالمشاركة في العملية كي تنعقد الانتخابات، وكذلك ضروري أن يلتزموا بعمليات التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وكذلك إصلاح القطاع الأمني.